ويسرنا أن نكون معنا في استديو مركز الأخبار السيد خالد عبد الله مدير العلاقات الخارجية بمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357. بداية أرحب بك سيد خالد. طبعا في البداية نتحدث عن يعني المستشفى وأبرز الخدمات المقدمة، خاصة وأن من خلال الخبر الذي تم عرضه بأن هناك الكثير من الخدمات المتقدمة التي سوف يعني تحتوي عليها المستشفى. أولا أنا أتقدم بكل الشكر والتقدير لجلالة الملك وجائزة عيسى وشعب البحرين بكرم الضيافة، وفعلا إحنا لنا الشرف إن إحنا ننول جائزة عيسى، لأن الجائزة ليست في قيمتها المادية ولكن في قيمتها المعنوية. نحن نلتقي مع جلالة الملك وهذا له دور كبير فعال نفسيا ومعنويا، حتى في المستشفى كانوا في قمة السعادة إنه نحن حصلنا على الجائزة بقدارة، لأن الجائزة كان فيها حوالي 173 متسابق تقريبا. نعم. فكنا نجتاز هذه المرحلة وناخذ الجائزة، فكانت بالنسبة لنا شيء رائع وكنا بذلنا قمة السعادة، وبناء عليه وضعنا لوحة كبيرة عليها صورة الشيخ عيسى في مدخل المستشفى، لأن احنا حددنا مبنى له إن شاء الله. نعم. لو نتكلم يعني بإيجاز عن أهم الخدمات التي يقدمها المستشفى مستشفى سرطان. أولا مستشفى سرطان الأطفال هي كلها قائمة على التبرعات. نعم. احنا عبارة عن مستشفى حضاري ثقافي اجتماعي، مش مجرد بنعالج، لا، احنا مستشفى فيها علاج، فيها مدرسة للتعليم الأطفال، فيها مسرح، وفيها يعني فيها كل المشتملات اللي بتساعد النهوض بالناحية الصحية. يعني انت عارفة ان الناحية الصحية ليها، الناحية المعنوية ليها عائد كبير على الناحية الصحية. نعم. احنا عندنا ورش عمل اطفال بيرسموا، عندنا بلياتشو، عندنا مسرح بيحضروا فيه بعض الحفلات. طبعا المستشفى سعتها الاستيعابية 320 سرير، وهي بتخدم اطفال الوطن العربي كلهم بشكل عام. احنا بنهتم جدا بالبحث العلمي، وفي حاليا توسعات، احنا بنعمل حوالي 300 سرير كمان، يعني وصل 620 سرير. نعم. وبنتعاقد حاليا على جهاز اسمه بروتون، وده اقوى جهاز موجود في الشرق الاوسط وفي الدول العربيه، ده بيساعد على العلاج الورم نفسه بدون ما يؤثر على المناطق المحيطه بها. وبعدين كان لينا كمان في تواجدنا في البحرين ان احنا هيكون في شراكه مع وزاره الصحه ان شاء الله، يتم علاج أطفال مع المستشفى، يعني بدلا ما يسافروا برا أو يسافروا أمريكا أو. نعم. يتم علاجهم، يعني في بعض النقاشات المشتركة بيننا وبين جهات هنا، سواء كانت وزارة الصحة أو الجمعيات الخيرية إن شاء الله. نعم. يعني لو تكلمنا اليوم أن المستشفى حصلت على جائزة عيسى لخدمة الإنسانية لهذه الدورة، ماذا تمثل لكم، يمثل لكم هذا الفوز تحديدا؟ من ناحية إيش يعني؟ من ناحية من ناحية تطوير الخدمات، والله من ناحية والله الفوز، والله هي فوز، هي فوز الجائزة زي ما قلت لك في الأول، يعني ليها شرف وليها ناحية معنوية كبيرة عندنا يعني بشكل عام. إحنا سعداء جدا. ما هو تأثير يعني التأثير المعنوي على يعني الأطفال في المستشفى؟ مش عايز أقول لك يعني الأطفال أول ما سمعوا يوم إعلان الجائزة، مش عايز أقول لك إن معظم الأطفال كانوا سعيدين جدا. نعم. وكانوا مبسوطين فوق الوصف، يعني لأن إحنا أزعناها في المسرح الداخلي في المستشفى، إحنا عندنا مسرح في المستشفى وعندنا سكرين، فمش عايز أقول لك يوم إزاعة إن إحنا فزنا بالجائزة كان له رد فعل كبير جدا على الأطفال بشكل عام. يعني لو تكلمنا عن جزئية بأن أهمية التبرعات في استمرار عمل المستشفى وتطوير الخدمات التي تقدم لمرضى السرطان من الأطفال تحديدا، والله أنا عايز أقول إن دولة البحرين كان من أول الداعمين لنا بصراحة. يعني دولة البحرين كان أول حملة عملناها، كان جان معانا هنا مجموعة ممثلين وفنانين، محمود عبد العزيز الله يرحمه وبعض الفنانين، كان أول دونيشن فعلا كان جانا تبرع كان من دولة البحرين. مش عايز اقول لك ان احنا عندنا الكباسة دلوقتي اصبحت صعبه، يعني احنا بدانا نعمل عمليه توسعات. نعم. التوسعات تكلفتها حوالي 190 مليون، وبعدين عندنا جهاز بروتون تقريبا بيتكلف 250، فعندنا ضغط شديد يعني، زائد ان احنا بنعالج اطفال الوطن العربي بشكل عام، فدوت له دور فعال يعني. فمش عايز اقول لك ان احنا طبعا محتاجين مساعده الدول كلها، الدول العربيه، البحرين كان ليها دور، الامارات كان ليها دور، المملكة كان ليها دور، بس يعني أنتوا أول من بدأتوا معنا فعلا في دعم المستشفى. يعني هل نتحدث عن خطط مستقبلية بأن يكون هناك فروع لهذه المستشفى في دول عربية على سبيل المثال؟ والله إحنا بنساعد السودان حاليا، بنعمل لهم مستشفى 9919. نعم. وبنساعد في المدينة المنورة، بنساعدهم بعمل مستشفى، وفي العراق برضو نفس الفكرة. وحيتمنى تعاون بيننا وبينكم إن شاء الله في عمل نفس المستشفى بنفس الشكل هنا إن شاء الله في البحرين. نعم. سيد خالد عبد الله مدير العلاقات الخارجية بمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، شكرا جزيلا لك.